بسم الله الرحمن الرحيم. أول شكرا للدعوة ديال شوف تي في. أول ما نقول هو نتمنى الشفاء من صاحب الزلالة نصره الله. موجه ديريكت من صاحب الزلالة، هو في الواقع النصب والاحتيال من طرف واحد المقاول اللي المقر ديالو في طنجة. احنا في 2010 قنعت الباترون ديالي باش ندخلوا المغرب نخدموا، وجينا لهاد البلاد الحمد لله ما لقاوش في حاجه. فكرنا باش نعملوا واحد مشروع، تلاقينا مع واحد الجمعيه اللي فيها واحد انسانه مغربيه وواحد اسباني، ورشدونا على اساس هما غيتكلفوا بالتاسيس ديال الشركه وغينسقوا معنا. وكنت وضعت الثقة ديالي في ذاك الإنسانة، وهنا كاين واحد السر ما نقدرش نقولو. إذا نسقنا مع ديك السيدة وفعلا عاونتنا وكنشكروها، ولكن الأخر قدمت لنا هذا المقاول اللي هو صديق ديالها، وكانت كتقول لي من بعد لأن هو السيد اللي قرا معاها في المدرسة والناس ولاد بلاد وحدة وحومة وحدة وإلى آخره. تفاهمنا معها سيدي على أساس غيبني لنا معمل، خدينا قطعة الأرض 2000 متر واتفقنا على اساس غنبنيو نص ديال 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 المساحه الارضيه، وتفاهمنا معاه على اساس 2400 درهم متر كاري على اساس غيعطينا محل مسلم واجد مسبوق كامل عيب السوارد في يدنا. واستمرنا معاه في البدايه، عطيتو 80 مليون، ومن بعد زدتو في يومين ولا ثلاث ايام بعد 20 مليون اخرى، هي مليون درهم باش يبدا المشروع. وبدينا خدامين فرحانين. السيد كان من احسن خلق اللي عرفته في الدنيا، وهذه شهاده نقولها قدام الله، ولكن دابا اخطر بشر اللي عرفته في الدنيا. اذا بدينا خدامين معاه، جات واحد اللحظه اللي طلبت منه باش يوسع لي المشروع، وتفاهمت معاه بواحد اتفاقيه اللي هي يبني لي الشطر الثاني اللي القيمه ديالو هي عندي، ما غنبينش اسمية الشركة حاليا ولكن في المحاكم معروفة. ها واحد الوصف كيقول هنايا بأن عطيته واحد المبلغ ديال 20 مليون في القيمة ديال 180 مليون على أساس يبني لي السطر الثاني، ومن بعد عاوتاني اتفقت معاه باش يبني لي السطر الثالث، وها عندي وثائق ديالي هو اللي كيعطيها لي ب 110 مليون اللي هي التوتال كامل المشروع 830 مليون، يعني 8 مليون و300 الف درهم. واستمرنا حتى كنتفاجئ في واحد الاخيره في اواخر ديال 2011 كنظن، بقيت عاقل بالضبط، بدات الاشغال ماشى واحد بروده. يعني تصور معمل هذا الحجم اللي كتشوفوه هنا سيدي قدامكم، كاين جوج الخدامه خدامين وداكشي كيتلعب. قصدتو قلت له السي فلان الله يجزيك بخير، خصك تسالي لي لقديتي معايا واحد الفلوس كبيره وخدعتيني وخلقتي لي مشكل مع الباترون دابا اللي كيقول لي انت راه عطيتي واحد الفلوس اللي ما كانش من حقك تعطيها. ولكن الحمد لله عندي الوصول ديالي كامله وكل شيء مضبوط وكل شيء في يد المحاكم. كنتفاجئ، قال لي واحد الكلمه باقي عقل وعمري ما نساها، قال لي دابا شهر لما سلمت لك المحل ديالي المحل ديالك نقطع راسي. ثلاث ايام من بعد كنت طلعت فحالي لمدريد، اتصل بيا هذا السيد هذا المقاول وقال لي سي عبد الطيف الله يجزيك بخير بهذه اللهجه هذه، قول مسيو الفونسو يزيدني 60 مليون باش نكمل لكم المشروع. هو في حد ذاته كيسالني في ديك اللحظه 11 مليون فرنك. قلت له راه مستحيل يزيدك 60 مليون لان انا عندي معاه واحد المده طويله ديال العمل، وكنعرف الكاركتر ديالو يعني كيفاش كيتعامل، وراه ما عرفو هادشي هذا لان هذا واحد الظلم. قال لي لا لا يقول له راه انت في يدك كل شيء. قلت السي الفونسو، وقال لي اسمح لي قول لذاك السيد يجمع حوايجو عليا ويمشي فحالو، انا ثقت فيه ولكن ماشي باش يدير لي هادشي هذا. اذا عيط له قلت له سي فلان الله يجزيك بخير راه ما قبل شيء، ودابا كيطلب منك تجمع حوايجات ديالك وخلينا نعملو الشغل ديالنا نكملو حنا راسنا. قال لي واخا سيدي ديروا شغلكم انا ندير شغلي.
دخلت ديك الانسانه الاولانيه اللي كانت في الوسط الاولانيه وبقات علينا وعندنا دلائل، واي مسؤول استدعيني غنثبت له الدلائل اللي عندي في يدي. كاينه دي زيميل يعني مراسلات في مكتوبه وهي اللي كتقول الفونسو كن هانيا انا غنهضر مع الوالد ديالو كنعرفو غنمشي تنضارو محشوم عليه ودا ودا ودا. هما كانوا غير كيتلفوا بينا الوقت بعربية عرب وكيعطلوا بينا تيدير هو شغله، لان هذا الراجل اللي دار هو استغل القانون اللي هو في الواقع القانون معمل باش يحمي اي متضرر، ولكن هو استعمله وغدر به المحاكم وغدر به القضاء المغربي واستغل شي حاجات اللي ما عندوش حتى حجاج على هذا الشيء اللي هو ربحو في الاخر. انا كنعترض لان كاين القانون. قلت له سيدي الا كانت الاستاذه كتقول ب 200 مليون ديال العميله كيطلبها منها المقاول كيعترف بها، اذا لحكمت علينا المحكمه نخلصوا له 250 نطعنوا في هاد 200 مليون اللي كيقول هو، ويبين لي بوردولو ديال الضمان الاجتماعي يعني الواجبات اللي كيخلص الضمان الاجتماعي لهذوك العمال، ولا تبينت بان فعلا هاد السيده تخلص هاد الفلوس هادو، انا كنتحمل المسؤوليه ونخلص هاد الراجل 250 مليون اللي حكمت عليه المحكمه. ولو ماشي اللي كتسال ولكن القانون هذا. كنتفاجئوا في الجلسه اللي كانت في وسط واحد المكتب ديال القديم، كيعيط لي استاذ من فاس ما نقولش سميتو، نفس الكلام غنكرروا باش ما يقولوش كنعملوا الدعايات للاساتذه ولا المعاون، كيقول لي بد اللفظ هذا باقي عقل. السي عبد اللطيف واش هاد الفونسو هذا حماق؟ هذه المده ديال 5 سنين ولا 4 سنين وحنا كنجريو في الملف وفي الاخر يجي حدا القاضي ويعترض لان كيسالوا ديك السيد هذا المبلغ ديال 740 مليون. قلت له السي فلان هذا الشيء راه غريب ما كاينش منه، لان انا مني خرجت من المكتب وركبنا في السياره ديالنا وصبرنا الطريق سولت انا الباترون شنو قال لك القاضي، لان مني دخلت سمحوا لي مني دخلت عند القاضي انا سولني اش كدير، قلت له اش كندير وسول الفونسو قال له اش كيدير، جاوب قال لي القاضي بهذ الكلمه والله يجزيكم بخير واحد فيكم يخرج بحالو لان ما يمكنش يكون جوج مسؤولين كيمثلوا شركه. قلت له انا خرج بحالي لان الباترون ديالي هو اللي تعرف على هذا السيد هذا النهار الاولاني خرج، ولكن مي سالو الجلسه ركبت في السياره انا اللي كنصوب وسولت الباترون ديالي قال لي غريب القاضي طرح لي السؤال واش كنعرف هذا السيد هذا، قلت له كنعرفو كيسالني شي كيطلب لي شي فلوس ما هاد الفلوس كيطلب لي ما عمري عرفت ما عمري كيسالهم لي وما ما ما شي ما كاينش منه ابدا، وكان الملخص كامل يعني كان الحوار كامل ما بين الخبيره والخبير. واحد السي الخبير من بعد اذا وقع البحث وقع التحقيق عندي الدلائل ديالي كتثبت بان الاقوال ديالو كيغيرها كيعطيني محضر في اقوال، ومن بعد حدا القاضي كيقول لي المحامي كيقول حاجه تقريب حق هادشي ما نقولوش باش ما يتهمني حد بان كنمس شي حاجات اللي ماشي اختصاص ديالي. انا حاجه واحده كندافع عليها هو على هاد الظلم اللي وقع. عندنا 1300 تخدم تقريبا، هاد 1300 الا ما عملنا لا المعدل ديالها والو والو في جوج الناس كل واحد كيخدم كيوكل مع جوج الناس راه عندنا اخوتي 3900 انسان مغربي فقير كياكل من هذه الشركات اللي غيكون المصير ديالهم هو باب الزنقه. وهذا هو اللي مخليني انا نكافح ونجري ونزيد نجري ان شاء الله، ولا اقتضت الحال ما نعرفش يقدر يوقع لي انا مستعد مستبد الدراويش لان ما عندهم حتى شي غلط في هذه السياده وهما ماشي مسؤولين على هذه السياده وحنا ما غنجريوش عليهم. يجي يجري عليهم المقاول ويكرسوا هما في الزنقه. اذا في الجلسه كتسجل علينا كتابه الضبط اقوال اللي ما عمر الباترون ديالي قالهم ابدا. هذا شوفوا المسؤولين وهادشي كامل كنحطوا في المحاكم. ها شوفوا اخوتي المسلمين المغاربه هذه شهاده ديال الترجمان اللي كان حاضر في المكتب ديال السيد القاضي كيترجم الكلام اللي كيقولوا القاضي كيطرح اسئله على الاسباني والاسباني كيجاوب بالاسبانيه والترجمان كيجاوب بالعربيه. ها هو كيعترف كتابه بان عمر هاد السياده ما قالوا الباترون الفونسو كاستيو عمره قال هاد السياده. هما مسجلين علينا بان حنا قلنا
بانك تسنى السيد 740 مليون. نضنا تفاجأنا بالحب، سولنا المحامون ديالنا اللي تقريبا استاذ المحامون اللي خدامين معايا في هذا المشروع في القضيه هذه، وقالوا لنا ما علينا الا بالشكايه للنيابه العامه. وضعنا شكايه، هي فين هي؟ اسمحوا لي، النيابه العامه بالطعن بالزور. واخوتي المغاربه المسؤولين والمغرب كامل خدام، يعني النيابه العامه خدامه مسكينه كدير شغلها، استدعونا الجندر كيحقوا معنا، استدعوا النيابه العامه الترجمان وحقوا معاه، ومن بعد قاضي التحقيق استدعانا ماشي مره ماشي جوج، واحد بالعاد السفارات، واحد بالعاد القيامه. وكنتفاجئوا بالخبر عن المحامي بان قاضي التحقيق عمل عمل امر بالمتابعه. هيا سيدي، وهذا راه قاضي التحقيق، هذا راه ماشي شي واحد جالس كيلعب، راه واحد الانسان اللي كيمثل الدوله، راه واحد الثقل كبير. الا ما كيعرفوا شي واحد انا كنقولها ونتحمل المسؤوليه ديالي. قاضي كيعمل المتابعه والاحاله على السيده اللي في الواقع زورت محضر، ولو الاقوال ديالها كتناقض، ها كلشي عندنا والحمد لله كنقراو شويه، كتناقض يعني لي ديكلاراسيون ديالها، يعني التصريحات ديالها كتناقض فيهم. هذا السؤال كنطرحه وما كنتهمش السيده، ربما تكون غلطات، انا كنقولها وكنتحمل المسؤوليه ديالي، الله يسامح لها سيدي، ولو يجريو علينا من البلاد غنمشي في حالي وعند وليداتي ونحمد سيدي ربي والله يجعل البركه، ولكن يجيو يديو هذا المحل ويتكرفسوا على عباد الله، حيت كنقول كاين الظلم وكاين الزور، واي مسؤول مسؤول، ملي كنقول مسؤول المسؤول يعمل يدو على سياده او يعطي اوامر ديالو ديال البحث، غتشوفوا بعينكم بان كاين الظلم. كنطلبوا من وزاره العدل عباد الله صار واحد التفتيشيه من البدايه ديال الفيلم حتى النهايه. انا مظلوم، انا تعدوا عليا، انا زوروا علينا، يعني المقاول خدع المحاكم والمحاكم تبنات على مساطر قانونيه، ولكن في الواقع انا كنحضر العالم وكنحضر المسؤولين يرجعوا الخبره الاولانيه ويحقوا مع ذاك الخبير الاولاني علاش اعتمد. اخر ما غادي نقول باش ما نطولش الكلام ديالي، هذه واقيلا عمر شي واحد ما قالها للملك، انا غادي نقولها. الله يرحم لك بابك ويمك، الله يرحم لك الوالد ديالك، الله يخلي لك وليداتك. شوف هاد الدراويش اللي عندنا الداخل، راه ربي اللي شاهد عليهم، راهم ناس مظلومين، وانا الاولى اللي تظلمت، وهذا المقاول راه صفار العام سيدي، وعمل البحث ديالك ولا تصبت. انا كنقول شي حاجه اللي غير قانونيه، اعتقلني، قطعني، عدمني، عمل اللي بغيتي وانا راضي بحكمك. والسلام عليكم، والله يجعل البركه، وشكرا للجميع.